اهلا بحضراتكم من جديد. اسرار الملك، ومن ينسى ليله القر مع الملكي. زي النهارده 3 اغسطس 2001 جاءت بعثه ريال مدريد نادي القرن في اوروبا والعالم الى القاهره لتحتفل مع الاهلي المتوج وقتها ناديا للقرن في افريقيا في مباراة القرن التاريخية الكبيرة. 4 أغسطس الأهلي وريال مدريد، وربك لما يريد نكسب ريال مدريد. يعني كثير من الذكريات لهذه المباراة، لأن أنا كنت تاريخ أسعدني أن أنا أكون مرافق لا في ضمن الأحداث. أنا كنت يعني وقتها يعني الكابتن صالح كلمني وقال لي تعالى لي في لندن، عملنا مقابله مع رئيس شرف مانشستر يونايتد انا وهو والمهندس ابراهيم المعلم والاستاذ ياسين منصور. المهندس ابراهيم المعلم رئيس لجنه الاحتفاليه. وكان الاستاذ ياسين منصور معانا عشان كان في عمليه تسويقيه كده بندرسها مع رئيس شرف واخد لقب صير. رحنا له مكتبه، والكابتن صالح يعني حتى يعني قصه هحكيها لك بعدين. وبعدين الكابتن صالح قال لي هتطلع من لندن تروح على مدريد، هتلاقي الطيارة الخاصة وصلت هتصطحب الفريق وترجع بيه على القاهرة. تصطحب الفريق. طب اوري لك صورة وانت مع مين على الطيارة. الكاميرا كانت كلها هتلاقي دي البوسكي بقى على من اول دي البوسكي. زيدان انت مع زين الدين زيدان. ده زيدان ما كانش لسه لعب اي مباراة مع ريال مدريد. اول ظهور لزيدان كان في مباراته مع النادي الاهلي. في صور معاك. صور موجودة. وانت على الطياره مع زين الدين زيدان. زين الدين زيدان وكان بتدردش معاك. كنت هتمضيه ولا ايه؟ كنت عايز تمضيه ولا ايه؟ هو الراجل ما كانش لسه لعب ريال مدريد ده. انت بتقول له عقدك كام سنه مع الريال؟ لا الحقيقه كلنا كنا فرحانين ان زين الدين زيدان اللاعب الرائع اللي من اصول عربيه هيلعب اول مباراه في عمره. يعني هو لما هيتذكر هذه المباراه هو ايضا هيقول كده. اول مره ارتدي في مباراة ودية أو رسمية كانت أمام النادي الأهلي. ذكرى وأي ذكرى يعني. وكان راؤول جونزاليس هداف أوروبا كان موجود. لويس فيجو. ولويس فيجو. روبرتو كارلوس. كان وكان لويس فيجو لسه رايح بضجة لريال مدريد. كان صراع بين من برشلونة لريال مدريد أو بين ريال مدريد وبرشلونة. روبرتو كارلوس كل اللعيبة كانت موجودة على الطيارة. أرجو إن إحنا طيب. وانا كنت بقى ايه اسعدني حظي كمان ان انا اكون مرافق لرئيس البعثه العظيم دي ستيفانو. تخيلوا اللي حصل من الاهلي في حفاوه ريال مدريد في القاهره زي النهارده. خلت رئيس نادي ريال مدريد بعد ما بعثته رجعت، هو الراجل ما كانش قدر يجي، لكن يبعت جواب في منتهى الدفء والاحترام فلورنتينو بيريز الى الكابتن صالح سليم. هتشوفوا الجواب اهو، هقول لكم ترجمته سريعا. بداية، عزيز السيد سليم، بداية يرجى قبول اعتذاري لعدم تمكني من القدوم مع الفريق إلى مصر بسبب الالتزامات المهنية السابقة التي جعلت من المستحيل الحضور. ما تداولته وسائل الإعلام الإخبارية وكذلك التعليقات التي أدلى بها أعضاء بعثة ريال مدريد الذين سافروا إلى القاهرة، نريد أن نعرب عن خالص امتناننا للحفاوة التي تلقيناها. ألفريد ستيفانو رئيس شرف النادي أبلغني أن كل من في البعثة لا يمكن أن يتذكر ترحيبا من أي مكان آخر مثل ذلك الذي قدمتموه لنا، وأن لطفك اللامحدود جعل إقامة فريقنا لا تنسى. أنا آسف للغاية لعدم تمكني من الاستمتاع بمدينة القاهرة المبهجة المصحوبة بمضيف جميل مثلك. نريد أن نظهر تقديرنا وامتناننا من خلال القول أن النادي الأهلي الرياضي يعتبر الآن صديقا لريال مدريد، وأن جميع انتصارات فريقك ستكون لنا أيضا. جميعنا هنا الذين يشكلون جزءا من هذا النادي الرائع يريدون فتح أبوابنا لك ولأعضاء مجلس إدارتك وللاعبين ولجنة التدريب ولجماهيرك. نود في وقت ما في المستقبل أن نكرر هذه التجربة حيث وجدنا أنها إيجابية للغاية ومثيرة. وفيما يتعلق بالروح الرياضية نرحب بفرصة مباراة العودة. أمل أن أسمع منك قريبا
وأنا تحت تصرفك الكامل لأي شيء قد تحتاجه. فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد. أكثر من زاوية لهذا الخطاب. بتعكس هنشوف برضو تغطية مجلة الأهلي وقتها يا جماعة تباعاً كل منشطاتها ده هدف صندي حسام غالي. اسمح لي الأول أقول يعني الخطاب ده بيعكس إيه؟ لأنه مهم جداً جداً. بيعكس إنك أنت لما تكون بتدرس خطواتك جيدا وتقوم بالشيء على الوجه الأكمل لا يمكن أن يكون المردود إلا هذا التقدير. فالنادي الأهلي يعني إحنا كان في لجنة سواء من الطيارة الخاصة اللي جابت الناس مفيش أي مضايقات تعرضوا ليها، طلعوا على الفندق الخمس نجوم اللي حولناه لسبع نجوم عشان يبقى في دور مخصص ليهم، الاحترافية، الجالا دينر. جالا دينر في الـ في الـ في الـ في, الـ في المفهوم التسويقي انت بتعمل عشاء لرجال الاعمال مع البعثة بعناه بمبلغ خطير. تذكرة كانت ب 10,000 جنيه وقتها. اوتوجرافيك سيشن اللي عايز يمضي على اوتوجراف وكله بالاتفاق وبالدقيقة وفي المكان وفي الساعة وفي الميعاد. عندنا صور يا رب، عندنا صور. انا مش شايف المفروض شواري بيوري الناس كل يعني وانا بقول هذا الكلام يا جماعه نزلوا الصور. هتنزلوها امتى واحنا مروحين؟ فضل. نزلوها مع الكلام اللي بنحكيه ده. فوتوجرافيك سيشن ده يعني رجال الاعمال عايزين اولادهم يجي يمضوا اوتوجرافات، خصصنا له مكان. هنشوف دلوقتي صوره من الصور لما تيجي اشرح لك ايه المضمون بتاعها. ارجو ان يكونوا لحقوا بس ايه ينزلوا الصور المهمه دي، لان ده فكر تسويقي اتعمل بمناسبه هذه المباراه. فانت الناس شافت احتفاليه بالمزمار البلدي بالراس الخيل، دخلتهم في حاره الشرف لحد اللوبي، طلعوا قال دينر اوتوجرافيك سيشن. تاني يوم زياره للاهرام. انا كنت مرافق لالفريدو دي ستيفانو واحنا في الاهرام. حصل موقف طريف يعني. اولا اللي ما يعرفش دي ستيفانو الناس عماله تقول هو مين الاعظم، بيليه ولا مارادونا ولا ميسي. انا بقول لكم حطوا جنبهم دي ستيفانو ولا دي ستيفانو. وناس كتيره شافاه قبليهم كمان الحقيقه. عظمه ريال مدريد ارتبطت بالراجل ده، كل فترات لعبه وشافت كل البطولات اللي خدها ريال مدريد واللي بناء عليها قدر يتوج في الاخر نادي القرن عن اوروبا. كنا في الاهرام وانا كنت معاه، فالمرافق واقف معانا والاستاذ الدكتور كرم البنا صورته موجوده وموجود الراجل متواجد لحد النهارده. عايش في اسبانيا محاضر دولي في كره القدم. الدنيا بقى مقلوبه وبعدين لقينا ناس بتتكلم برتغالي او اسباني بتشاور له بدعابات كده، فهو بص لهم وهز دماغه. فبقول للدكتور كرم بيقولوا ايه؟ هل ده دول بيشجعوا برشلونه؟ بيقولوا له هتخسر من نادي الاهلي. فكانت الدعابه وكانت يعني فعل حسن. شوفوا اللي الاهلي عمله للسياحه المصريه وقتها، الترويج الكبير اللي اتعمل. لكن فوز الاهلي بنادي القرن وتتويج الاهلي واحتفاله شارك فيه نادي الزمالك. الدكتور كمال درويش رئيس نادي الزمالك كان حاضر في المقصوره، ولو وريتكم خبر للدكتور كمال تنبأ بهدف صندي قبل ما يجي. بس كمان مجله الاهلي وقتها كنا طلبنا من الزملاء الاساتذه الكبار النقاد الرياضيين الزملكاويه يكتبوا عن تتويج الاهلي ومباراه الاهلي. فامتعنا وقتها الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عبد الفضيل طه كان رئيس تحرير مجله الزمالك في مقاله، ده المهندس عدلي يمكن، وهو لا دي صوره في الطياره وهم بيمضوا على فانيلا وديتها لاولادي والخايبين خدوها منهم. وادي الصور تباعا اهو، وانت وزيدان وانت بتقول له عقدك باقي فيه كام سنه صح؟ قال لك حل، قال لك انا مش هسيب ريال مدريد. طيب عبد الفضيل طه كان كتب ساعتها كل مصر تستحق التهنئه بانجاز الاهلي، وكتب رئيس تحرير مجله الزمالك وقتها في مجله الاهلي تحتفل مصر كلها وليس النادي الاهلي وحده بهذه المناسبة العزيزة على كل قلب مخلص لبلاده وإنجازاتها. فمما لا شك فيه أن فوز الأهلي بلقب نادي القرن، ده رئيس تحرير مجلة الزمالك، فوز الأهلي بلقب نادي القرن في أفريقيا أسلق الصدور، والنادي الأهلي جزء هام من تاريخ مصر الرياضي والاجتماعي والثقافي، فهو لم يكن معقلا للرياضة فحسب، لكنه كان مدرسة في الثقافة والأدب والفن. وعندما نتصفح كتاب تاريخه نجد أنه صاحب كذا وكذا، ويعدد الأستاذ عبد الفضيل طه
محاسن الأهلي وإنجازاته، بيقول احتفال الأهلي باعتباره ناديا للقرن في أفريقيا لا ينسينا إنجازاته كمعقل من معاقل الرياضة كلها. ستيفانو ودي وده دي البوسكي ودي مع ما تخلينا مع دي الصورة بتاع دي ستيفانو في الهرم، وده الدكتور كرم البنا اللي في النص والأستاذ ناصف سليم ساعتها كتب أيضا زيارة ريال مدريد هدية الأهلي للجمهور وتبقى هدية غالية في ذمة اللاعبين. كل النقاد الزملكاويه وقتها احتفوا للاهلي بلقب نادي القرن، محدش لقاه بما فيهم رئيس ولا حد راح لتحرير مجله الزمالك، ورئيس بالزبط. النادي كان موجود معانا في المقصوره واحنا بنلعب المباراه بهذه الصفه، والراجل كان من اوائل مجلس اداره الزمالك هنانه صحيح. وكان في تصريح حتى للكابتن عزمي مجاهد في هذا الشان قريب. هكذا احتفل الزمالك وقتها بلقب نادي القرن للنادي الاهلي. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير ان نلتقي مساء الوقت القادم ان شاء الله. تصبحوا على خير. كلام بجد شد وجذب، خد وهات وهات وخد، بص شوت عدي فوت، لا ملعوبه حلوه موت، ما تخافش على الأهلي.